بقالي فترة ملاحظة ان شعري بيقع بشكل مش طبيعي يا جماعة. بصوا عامل ازاي بيقع مجرد كده ما احط ايدي عليه يطلع في ايدي. اصحى من النوم مثلا الاقي المخدة كلها شعر بشكل ملحوظ جدا جدا. بصوا كده، بصوا معايا، مجرد ما احط ايدي بيطلع عادي جدا. الموضوع مأزمني، مش عايزة احكي لكم ازاي، يعني بشكل اوفر. بصوا حتى بالمشط لما بجرب مثلا اسرح شعري حتى لو على خفيف هتلاحظوا قد ايه بيقع، يعني مع ان المشط ماشي ومشط واسع كمان. قعدت افكر اروح لمين وايه الحل، لحد ما افتكرت واحد بس ممكن الجأ له. سوسته، مش عايزه اطول عليكم، خلينا دلوقتي نبدا بسرعه. سريعا بقى كده هنعمل ايه؟ اول حاجه كده هنجيب زبدايه ونحط عليها معلقه زيت. انا حطيت زيت سمسم عشان ده اللي كان موجود عندي، لكن اللي عنده زيت زيتون يحط، اللي عنده زيت جوز هندي يحط، كله يمشي. وهنحط بقى عليهم معلقه كبيره عسل نحل. وبعدين بقى نجيب المكون السحري ده، ايوه اللي شكله غريب مريب ده، ونحط منه يعني كده معلقتين، عارفين الحاجه غليت يعني، ننضفها بقى كده كويس. ايوه. وبعدين بقى ايه، نقلب كل الخليط ده مع بعض كويس جدا. مش عايزاكم تستهونوا بالازازه دي، عشان المفروض ان النتيجه بتاعت الخليط ده سحريه. مش عايزه اتكلم كتير، بس الاكيد ان انا هبهركو. اه صحيح، وطبعا دي مش ازازتها يعني، بس دي اللي كانت عندي فاضيه، فبعد ما ايفا عملت لي الخليط رحت حاطاه فيها. اكيد دلوقتي عرفتوا انا ليه لابسه تيشرت المبقع ده، عشان طبعا لما احط الماسك على شعري هنبهدل الدنيا. وطبعا خفت اخد فوطه عشان ماما ما تعملش حاجه فيا كده ولا كده، انتوا فاهمين طبعا. وهقول لكم ايه سر الخليط ده وهقول لكم هو ايه، بس ثواني. بعد ما عملنا وخلطنا كل حاجه اتفاجئت اني ما عنديش مايونيز. وعايزه اقول لكم يا جماعه، معلقه مايونيز كبيره على الخلطه دي بتدي نتيجه تحفه. مضطر اعمله للاسف لاني خلاص عملته الوقت دلوقتي متاخر، مش هقدر ان انا اجيب مايونيز، فانا دلوقتي مضطر اعمله كده. احنا لما نحط الخليط ده على شعرنا سيبه من ساعه لساعه ونص، اقصى حاجه ساعتين، عشان ما ينفعش نسيبه اكتر من كده. بعدين نغسل الشعر كويس قوي. عارفه كنت عارف احطه هنا ولا لا، وخايف ابهدل الدنيا، بس خلينا نجرب. جبت بقى الخليط عشان ابدا احطه على شعري، واكتشفت كمان حاجه مهمه قوي، ان مفيش جلوفز، فانا مضطر استخدم ايدي يا جماعه، استحملوني. هوب كده مش هنضيع وقت، خدت الخليط ونزلت على شعري، واخداها تحدي ان انا مش هوقع عليا اصلا، ان شاء الله يعني اقدر اعمل ده. عايز اقول لكم الزبديه ساقعه جدا، واضح عليا طبعا. المهم هبدا ادخل بقى الخليط في كل فروه كده، معلش نزلت على عيني عادي سهله، المهم ما تجيش على التيشيرت. المهم نفضل بقى ندخل الخليط في فروه الراس ونحاول ندعك كده كل الشعر واحده واحده. وانا مبسوطه قوي يا جماعه ان انا ما وقعتش بجد. نتاكد بقى ان الخليط دخل في كل الفروه في كل الشعر. بس انا ملاحظه حاجه يا جماعه، يعني بصوا كده معايا، بصوا الشعر يعني هو جاي على الشعر ماشي مظبوط في النص، بس بصوا من الجناب كده محتاجين تاني، فحبه حبه كده. ايوه، يعني ده 100 100، ما وقعناش اي نقطه. وندعك بقى كويس. وعايزه اقول لكم كمان يا جماعه، القشره مبهدلاني وبالزيت في الشتاء، يعني الحقوني بوصفاتكم. طبعا يعني زي ما انتم شايفين انا بقيت محترفه خلاص في الموضوع، مش قلقانه يعني. يقبلوا شكلي في اي وضع. عايزه اقول لكم كمان اني من الحاجات اللي هلكه شعري جدا المكوى او السشوار والحاجات الحراره دي، فمضطره ابطلها شويه لاني بحاول اعالج شعري. فزي ما اتفقنا هتستحملوني في اي شكل واي وضع. بصوا شعري بيقع ازاي، ده مجرد بس ما دعكت الماسك. بصوا شعري فيدي من هنا ازاي، يعني الموضوع مضايقني جدا يا جماعه بجد. اللي عنده بقى اي وصفه جربها ونجحت معايا الحقني بيها كده زي ما انا جيت الحقكم. ها محدش يبخل عليا. طبعا انا عارفه ان في حد ممكن يقول ده شعري بيقع اكتر منك، بس يا جماعه احنا جايين نعالج مش عايزين نعالي على بعض. ها فنجرب الوصفه كده ونبقى حبايب. قلت ما احرمكوش من اللحظات الجميله دي وانا بسرح شعري كده. اهم حاجه الاناقه حتى واحنا ايه متبهدلين. متبخلش على نفسك، خليك انيق. مش عايزه اخدكوا اكتر من كده، فهروح كده اظبط الماسك والف شعري لفه هدايا واجي لكم. الحقيقه انا جيت لكم تاني لسه ما لفتش شعري هدايا، لاني رحت اجيب اي حاجه الفه بيها هدايا ما لقيتش، فقلت من حقكم عليا ان انتوا تعرفوا انا هلفه بايه. طبعا زي ما انتوا عارفين شحن ببساطه وده مش مستاهل اعقدها. هي لقيت الكيس ده، قلت والله يعني مش هزعل. قمر قمر قمر. عايزه اقول لكم ان الماسك ده مهم جدا للترطيب وحلو جدا حتى لو من غير المكون السحري اللي انا حطاه واقول لكم عليه بعد ما نشوف النتيجه. فاللي عايز حتى يرطب ومش بيعاني من سقوط الشعر يجربه هيحبه قوي، لان انا كنت برطب بيه قبل ما نضيف المكون اللي هقول لكم عليه. لكم يا جماعه بعد ما خدت الشاور وغسلت شعري تمام اهو، دلوقتي بقى هكشف لكم عن المكون السري ده. لو تفتكروا اللي احنا حطيناه مع الخلطه وعملنا بيه ماسك الشعر ده يا جماعه اسمه حب الرشاد. طبعا تقدروا تجيبوه من اي عطار بكل سهوله. بنعمل بقى ايه في الخليط ده عشان معانا ده برضو، ده بنستخدمه بعد الشاور. هقول لكم ده عباره عن ايه، بس خلينا الاول في ده عشان ما تنسوش. نعمل له ايه بقى، معلقه كبيره
بعدين بنخليه يغلي على النار لحد ما يبقى كده قوامه تقيل ويبقى عامل زي الجل، وبعد كده بنطحنه بهاند بلندر باي حاجه، وبعد كده بيبقى هو ده، وبنستخدمه في الماسك اللي احنا عملناه في اول الفيديو. ده ايه؟ ده حب الرشاد برضو، بس هيبقى طريقته مختلفه شويه. معلقه على كوبايه ميه مثلا، هنسيبه يغلي لحد ما يبقى قوامه تقيل زي الجل، بعد كده هنصفيه على طول من غير ما نطحنه ونحطه بقى بالطريقه دي. عايز ارش عشان بذره حب الرشاد اهي، قوامه عامل ازاي بفروة الراس يا جماعة. أيوة كده، بس احنا ده مش هنغسله بقى، هنسيبه على الشعر. تمام، المهم نحطه كويس قوي في الفروة يا جماعة. مناسبة حب الرشاد ده ليه فوائد كتير جدا، يعني أنا مامتي مثلا كانت بتاخده بتشربه لركبتها بعد ما بتغليه والقوام بتاعه بيتقل. نعمل كده مساج للفروة بالراحة. ممكن نعمل الموضوع ده يا جماعة من 3 لـ5 مرات في الشهر، وإن شاء الله نلاقي نتيجة تحفة. طب مين اللي قالك يا كنت من 3 لـ5 مرات في الشهر؟ لا مش عارفة يا جماعة، يعني أكيد مش أقل من كده يعني، واكيد برضه هنلاقي نتيجه. مش هطول عليكم اكتر من كده، وما تنسوش انتوا كمان تكتبوا لي وصفاتكم للشعر، وعن نفسي اي حاجه هعرفها هطلع ابهركم بيها.